أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أبو عادل: لدي مكتب بيع عقارات، هل يجوز لي أن أزيد عن سوم البيع برضا البائع وعدم إخبار الشاري بالزيادة؟ لا يجوز الزيادة إلا بالمساومة، الزبائن هم الذين يزيدون، أما أنت إنما أنت وسيط، ولا تزيد من عندك تغرر بالزبون، إنما تعرضها للبيع في من يزيد، يكون الزبائن هم الذين يزيدون فيها، وأما أنت فلا تزيد فيها إلا إذا كنت تريد أن تشتريها. إذا كنت تريد أن تشتريها فإنك تخبر صاحبها وتزيد في آخر الصوم إذا رضي صاحبها، لا بأس. نعم.